نهال كانت أول بنت أحبها في حياتي، أول واحدة أقولها بحبك. ارتبطت بيها 6 شهور، وكل يوم في ال6 شهور دول كنت بحبها أكتر من اليوم اللي قبله. بس هي كانت عادي، لحد ما في يوم آدم شافها وهي قاعدة مع واحد صاحبي في مكان، وكانت حاطة دماغها على كتفه. صورها لي وبعت لي الصورة. كويس انه صورها لي، لان انا ما كنتش هصدق حاجه زي دي. عارفه بقى انا عملت ايه؟ ولا اي حاجه، ما واجهتش. كل اللي قدرت اعمله اني اسحب نفسي منها واحده واحده، لحد ما بعدت عنها خالص. وهي زي ما تكون ما صدقت. حتى يوم عيد ميلادها أنا ما كنتش عايز أروح أصلا. ماما اللي قالت لي روح واجهها هي وصاحبك، وقول لهم إنك خلاص ما بقاش فارق لك حاجة. ولحظة ما قمت عشان أواجه، حصل اللي حصل، وقعت عليك الطرطة. عارف إيه أكتر حاجة بجد وجعاني؟ إني ما قدرتش أواجه، ما قدرتش اطلع اللي جوايا، فضلت كاتمه، ما عرفتش. بس انت السبب. بس في ناس خساره فيهم المواجهه. عندك حق. انا مش عايز اعرف اي حاجه عنك. أنا كنت برخم عليكي مش أكتر. وادينا أهو قلتلك على موضوع عيد ميلادها. خلاص أنا آسف، أنا هستناكي بقى فوق. شايف الطقم ده؟ آه الطقم ده كان محطوط في شقتي اللي كنت هتجوز فيها. حلو مش كده؟ حلو. زي ما انت تبعت لك صورة انا تبعت لي فيديو. بس انت حظك كان احسن مني. انت التورتة لما وقعت منعتك انك تواجه. بس انا معرفتش مواجهش. كان واقف جنبي ليلة حنتي. أنا ما عرفتش هعمل حاجة غير إني أواجهها.